بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. ماذا؟ عبور، يعبر بالفكر حتى يفهم أن ما أصابهم كان بسبب أعمالهم، فاترك أنت هذا العمل لتعبر من حالهم إلى حالك. ومنه ما يدل على مقصودنا، ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. مقصودنا اللي هو النهي عن مشابهة الأمم الكافرة، منه ما فيه إشارة، يعني النهي عن المقصود المباشر اللي هي أعمالهم من الكفر والظلم وتطفيف الكيل والميزان والتعنت مع الأنبياء، كل ده المقصود مباشر، عندما تذكر أفعالهم التي أوقموا عليها: ولا تنقصوا مكيال الميزان، أتأتون الذكران من العالمين، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تقعدوا بكل صراط تعيدون، كل ده دليل على أن من فعل ذلك فإيه؟ فهو مستحق للعقوبة. منه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود اللي هو التشبه بهم في أحوالهم الخاصة، كل بقى هديهم الظاهر. ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا؟ فجميع الآيات دالة على ذلك، عدم التشبه بهم نهائيا. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض. المقصود مخالفتهم واجبة، هذا تدل عليه بعض الآيات، ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة، إذ كان هو المقصود هنا. وأما تمييز دلالة الواجب أو الواجب دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها، وتمييز الواجب عن غيره، فليس هو المقصود هنا. يعني يقول المقصود ذكر المخالفة، أما الحكم نفسه واجب أم مستحب، أم أي الأمور واجب وأيها مستحب، هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على أن هذا الفعل واجب أم لا، هذه مسألة أخرى. إنما المقصود مشروعية المخالفة. وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة. يعني إن هذا في حد ذاته من الأمور المحرمة، يجب علينا أن نخالفهم. يقول: فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. يعني كان عايز يقول إن أصل إجابة السؤال اللي تألف عليه الكتاب كان قضية الإيه؟ الأعياد، فكانت الإجابة شاملة من أجل مشروعية الإيه؟ المخالفة عموما. وقال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. هذا هو الشاهد، أنه بعد أن ذم المنافقين على أفعال معينة ذكر مثلا لهم الذين من قبلهم: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، نصيبهم من الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم
أخذتم نصيبكم من الدنيا أيها المنافقون، وذلك يعني أنكم جعلتم الدنيا أكبر الهم وأبلغ العلم، ومن أجل ذلك لم تؤمنوا، من أجل ذلك أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف وقبضتم أيديكم عن الخير ظنا منكم أن ذلك يجلب لكم منافع دنياكم. نسوا الله، نسوا أمره، نسوا ذكره، فنسيهم تركهم من الخير. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن شرع الله عز وجل وطاعته. قال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا، وخضتم كالذي خاضوا. خضتم في الباطل كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك المنافقون كالذين من قبلهم كذلك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ هذا أيضا دليل آخر على منع التشبه بمن قبلنا من الأمم المعذبة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات قرى قوم لوط، والمؤتفكة أهوى، والله أعلم أن أقوى الأقوال فيها أن أتوا بالإفك بالباطل، أو المنقلبات، القرى التي قلبت، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا تحذير من الظلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق، والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر فهو المظهر للكفر، فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورين في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليست قلوبهم متوادة متوالية، إن أساس المولاء الحب والتناصر الحقيقي. وهؤلاء المنافقون لا ينصر بعضهم بعضا عند الحقيقة، قلوبهم متباغضة، وإنما ينصر بعضهم بعضا على المصلحة فقط، وإذا جاء غير ما يريدون رأيت أن بعضهم يخذل بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وتأمل أحوالهم، عاشوا يسبحون كما يقال يعني يسبحون بحمد كبارهم، وسمعوا سادتهم كلام سادتهم وكبرائهم دهورا، فلما جاء وقت الجد فارقوهم وذموهم ولعنوهم في الدنيا وفي الآخرة، وربما ألقوهم في السجون، لا بأس إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فليضحى بهذا، ولا تناصر في الحقيقة إلا على قدر ما ينال من الدنيا.
فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن بينهم حب حقيقي في الله وتناصر. وأما المنافقون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بعضهم من بعض، هذا معنى التشابه، لكن دون أن يكون هناك موالاة. يقول: ليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض، بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. بيننا وبين موسى عليه السلام موالاة، حب ونصر. ولذلك لو أن أحدا كان عندنا كافرا يجب جهاده، لو أن أحدا طعن في عيسى عليه السلام كان كافرا يجب جهاده، كما لو طعن في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع. وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. فقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وبإزائه في صفة المؤمنين قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بدل القسم الثالث. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. ثم قال عن المنافقين: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. قال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن، وهذا أظهر. وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور. عايز يقول دي ليست حقيقة لفظية، إلى قبض اليد دي حقيقة عرفية على مذهب شيخ الإسلام، الكلام كله إيه؟ حقيقة أو مجاز مشهور للذي يقسم إلى حقيقة ومجاز. ولذلك الحقيقة هنا بقى إن الخلاف في المسألة دي خلاف إيه؟ لفظي. وده أكتر حتة يلزم بها شيخ الإسلام في مواطن أخرى، إن الاتنين دول كده، وإن كان هو بيصرح إنها حقيقة عرفية. وبإزاء قبض اليد قال قوله في المؤمنين: ويؤتون الزكاة. فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي. الحقيقة كل ما فيه نفع، سواء للناس ولا لينا، لأن يؤتي الزكاة الباطنة قول لا إله إلا الله، والذين هم للزكاة فاعلون قول لا إله إلا الله. قال: فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد، إن هو الوجه إنها مجاز ولا حقيقة عرفية. الله أعلم. ثم قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره. وبإزاء ذلك في صفة المنافقين يقيمون الصلاة، في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة. فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق. قال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار،
ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن الكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل. المعاصي لها آلام، عايز يزيل الألم يأخذ مخدرات يزول عقله ويلهي القلب من تناول مسكر أو رؤية ملهم أو سماع مطرب. سماع يعني موسيقى، شيء يطرب ونحو ذلك. وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يجعل المؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقون من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم لم أرك. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. هو الظاهر أنه هو في الأعمال، لأنه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، الأعمال المستوجبة للعذاب. ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم، وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم. في ثلاث أقوال: أنتم كالذين من قبلكم، فعلتم كالذين من قبلكم، لعنهم الله وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. الأجود هو ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا، أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. دي كلها أوجه لغوية في الإعراب. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع، من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعل